كرات برازافيل بذكريات. عرفت كرة القدم في ليبيا منذ مطلع العشرينيات. أخذت اللعبة في الانتشار تدريجياً في أواخر الثلاثينيات والأربعينيات. توسعت دائرة ممارستها لتشمل كافة ربوع الوطن، وتميزت بداية مرحلة الخمسينيات بظهور وتكوين أول منتخب ليبي يمثل الكرة الليبية بالدورة العربية الأولى بالإسكندرية عام 1953. هي البطولة التي شهدت أول مواجهة ليبيا المصرية الرسمية، ومنذ ذلك الحين لم يغب منتخبنا عن المشاركة بعد أن أصبح يحظى بمكانة مرموقة بين المنتخبات العربية. مباريات مصر وليبيا دايما مباريات تنافسية، أنا حضرتها من زمان جدا، سنة 1961 في المغرب لعبنا مباراة مع ليبيا ضمن البطولة العربية، وكانت النتيجة 2-1، وكانت نتيجة قريبة جدا، يعني مصر فاز 2-1. بالمناسبة أنا سجلت هدف في هذه المباراة. وبعد كده سنة 65 في البطولة العربية اللي أقيمت في مصر، أعتقد النتيجة 3-3. الجمهورية العربية المتحدة تلك المباراة التي أمها جمهور غفير احتل مدرجات استاد القاهرة الدولي. وتشبث بالأداء والاحتكاك القوي بكل ما أوتي والشراسة في الأداء، ويمكن من ناحية النواحي الفنية تقدم اللاعب الليبي تقدم كبير جدا، والفريق الليبي على وجه الخصوص. اللقاءات الليبية المصرية على مستوى المنتخبات بدأت من قديم، من الخمسينات تحديدا، من الخمسينات، حيث شارك المنتخب الليبي في تصفيات الدورة العربية في 53 في الإسكندرية، ثم تلاها الدورة الثانية في 57 في بيروت، ثم الدورة الثالثة في المغرب في كازابلانكا في 61، ثم الدورة الرابعة في 65 في القاهرة. تعد المباريات الليبية المصرية على مستوى المنتخبات من أقدم وأعرق الدربيات العربية، والتقى المنتخبان في كافة التصفيات وعلى مختلف الواجهات على مر التاريخ الطويل، حيث مضى على انطلاقة المباريات الدولية الرسمية بين المنتخبين أكثر من 6 عقود. فبعد انطلاقتها الأولى في بداية الخمسينيات تواصلت منافسات الجوار، ووصل المنتخب المصري تفوقه على صعيد النتيجة خلال الدورة العربية الثالثة بالمغرب عام 1961، ثم الدورة العربية الرابعة بالقاهرة منتصف الستينيات، وهي البطولة التي شهدت تألق نجوم المنتخب الليبي، وتوج الهداف التاريخي علي البسكي هدافا لها. جول البسكي، وأعرف الجول البسكي في الدقيقة 26 بعد سلسلة من المناقلات الرائعة. مع المنتخب المصري، يعني كانت أول مباراة بالنسبة لي أنا، كانت في الفترة السبعينات في 1978، وآخر مباراة طبعا بالنسبة لي أنا كلاعب ضد الفريق المصري، لأن فيه إشكاليات طبعا صارت في فترة السبعينات، طبعا الفترة طويلة يعني أكثر من 16-17 سنة ما كانش فيه مباريات بين الفريق طبعا المنتخب المصري والمنتخب الليبي. فمتذكر طبعا المباراة اللي أقيمت في الجزائر في بطولة الألعاب الأفريقية، يعني كانت مباراة طبعا قوية بين الفريق الليبي والفريق المصري. الفريق الليبي كان طبعا المدرب كان رون برادلي، وكان طبعا أشرف عليه الفريق، وصار تغيير وصار في بعض
الدماء طبعا الجديده بالنسبه للفريق الليبي. لدينا مباراه جيده في الجزائر رغم ان كانوا يعني المنتخب المصري يعني ضمن يعني اكبر النجوم واللي موجودين في مصر، والحمد لله يعني كانت مباراه جيده بالنسبه لنا. احنا ادينا يعني دورنا وكنا يعني في لحظات كنا افضل حتى من الفريق المصري. احد اللاعبين المنتخب الليبي اللي ساعدنا في انتصارات منتخب ليبيا في المباريات الدوليه وخاصه مع منتخب مصر. يعني انت عارف ان منتخب مصر جار لنا، وديما الدربيات شمال افريقيا دربيات حساسه والمستوى متقارب فيها. مباراه اسكندريه مباراه صعبه كانت، بس كان المنتخب الليبي يعني في اوج عطاء، كانوا اللاعبين جاهزين كلهم، وكانوا من غير ذكر اسامي يعني كانوا طارق التاي بس يعني ذكرنا اسامي جهاد المنتصر واحمد سعد اللي كانوا لاعبين ممتازين. فكانت مباراة صعبة، هم كانوا وائل جمعة ومحمد بركات والحضري، يعني كانوا فريق حتى ما كانوش متوقعين الهزيمة، حسام غالي أنا تذكرت بعض اللاعبين منهم. كانت مباراة صعبة ودخلنا المباراة وأنا واحد من الناس كنت في أوج عطائي في 2003، أنا كنت من هذه قبل العملية متاعي بتاع الظهر بستة شهور خمسة شهور، فكنت في الفورمة متاعي. فكانت مباراة كويسة وانتصرنا أداء ونتيجة وحققنا الانتصار في المباراة لكي يعني امر طبيعي. يعني انا واحد من الناس نحس فيه امر طبيعي ان ليبيا تنتصر على مصر، شنو الموضوع؟ هم يعني ماهوش الحاجه الفارقه، ليبيا تمتلك لاعبين كبار، بس كان عندنا بس تركيز شويه على المنتخب والتنظيم، بس تمشي الكره الليبيه تمشي الى يعني الى مكان بعيد واجد. يعني لاعبين الفراوده وشوطه جامده جوه جول، بقول لحضراتكم لازم تتمسك. احمد المصلي جوه جول يجيب الهدف الاول لليبيا في الدقيقه 27. احمد المصلي شايطها جامده قوي، بقول لحضراتكم لازم كان يتمسك انه لعيب كويس. في الدقيقه 27 من زمن الشوط الثاني ويبقى ليبيا واحد مصر لا شيء، لكن بقول لحضراتكم بيعملوا الهجمه المرتده سريعه واحمد المصري بيجي من ورا لقدام. المباراه دي شاط كوره جامده قوي زي ما انتم شايفين اهو، لعيبه بزاويه صعبه جدا جدا ما يقدرش يحصلها. حيث سجل منتخبنا الوطني اول انتصار على مستوى تصفيات افريقيا بهدفين مقابل لا شيء بملعب بنغازي الدولي، أحرزهما كل من محمد التورغي وأحمد المصلي بعد مواجهة قوية جمعت شيخ المدربين في ليبيا محمد الخمسي ومدرب المنتخب المصري وعميد مدربيه محمود الجوهري. ثم عاد منتخبنا إلى الانتصار على المنتخب المصري في أولى المباريات بطرابلس ضمن تصفيات كأس العالم عام 2004، حيث تفوق المنتخب الليبي بهدفين مقابل لا شيء سجلهما كل من نادر كارا وأحمد سعد، وهي المباراة التي شهدت إقالة مدرب المنتخب المصري الإيطالي تارديلي، والذي جاء من بعده المعلم حسن شحاتة الذي قاد المنتخب المصري لثلاث بطولات متتالية على مستوى بطولات أفريقيا. ذكرياتي أنا ما كنتش نلعب، أنا عارف في فترة كبيرة في المنتخب ما كنتش من غير نادي. أنا نذكر المباراة اللي ما كنتش نلعب، فهمتي؟ بالله اعلم انا مهم، انا نذكر اني انا ما كنتش في الاني. فدخلت المباراه ليكي ومع الجمهور بنغازي، وكانت المباراه حماسيه وكويسه، وزي ما قلت لك حتى كانوا فيها نجوم، حتى المباراه ليكي حتى هو الحضري ومحمد عماره حتى من بعض اللاعبين احمد صلاح حسني تو قاعد يمثل، فهمتي؟ فيها لاعبين ممتازين. فكانت المباراه ممتازه وسيطرنا عليها من الاول، ضيعنا فيها فرص واجد، كنا نحن الافضل المنتخب المصري في 90 دقيقه. وفي الشوط الثاني سجل محمد توري الهدف الاول عن طريق طارق تيب ارفعها له، وبعدين مرعي الرملي مر لي كوره وانا سجلت الهدف الثاني. المباريات مصر لها طابع خاص يعني بصراحه، ديربي شمال افريقيا وديربي خاص، فكانت حتى هيك المباراه لها ذكريات طيبه وفرح فيها ليبيا كلها وجمهور بنغازي خاصه، وانا سعيد اني كنت متواجد فيها يعني بصراحه. اذا اللاعب رقم 9 شوفوا الاعاده، تمويه رائع من هذا اللاعب ومحاولة التسديد، كان المفروض أنه هو يسدد في المرة الأولى. فيه تواجد كبير في مناطق المنتخب المصري الشقيق، تلعب الكرة والهدف، إلى الهدف، هدف محمود مخلوف. إذا الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق
الآن. ما فيش تسلل، ما فيش تسلل. انطلاقة للاعب رقم 9، انطلاقة ومحاولة تسديد والهدف، الهدف الثاني. منتخب الجماهير محمد الخمسي في مقام الأب. محمد الخمسي كان شخصية محترمة وصارم ويعني كان كيف نقول لك يعني، وكان يضحك مش صارم بالدرجة صارم يعني، كان في المطعم أيام ما كنا ناكل يضحك معانا، وكان هني وأنا واحد من الناس علاقتي بيه كويس يعني. محمد الخمسي حتى لو صارم فيه شوية نيات بس علاقتي بيه محترمة. راجل قدم الكرة الليبية واجد، وفي المباراة لك هيئنا نفسيا وهيئنا فنيا كويس، ولعبنا المباراة وانتصرنا والحمد لله يعني. وزي ما قلت لك نحن مش غريب علينا ان ننتصر على منتخب مصر يعني، امر طبيعي يعني، مش امر يعني حاجه كبيره يعني. اللاعب رقم 6 كان انه هو يباغث المنتخب المصري امامكم في الصوره الان، محمد الخمسي.